GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات سلسلة ترجمة دروس موقع فيديو كوبايلوت، موجودة حصريا على شبكة GFXAcademy.net. النهاردة هنتكلم على درس الكاميرا ويجلينج او كاميرا شيك. يعني انا ضفت شوية اضافات كده، تمام، بحيث ان احنا يعني نقول شوية حاجات بسيطة اضافة على التمرين اللي احنا هنعمل. طبعا لو شفتوا الفرق بين الفوتج الاصلي وبين دي، في فرق شاسع بين الاتنين، تمام. ده الفوتج الاصلي وده الشغل بعد اللي احنا عملنا. تعالوا نشوف احنا عملنا الموضوع ده ازاي. مبدئيا بس عشان يبقى فيه تنظيم هسمي دي old، وهاخد البيسبول كليب احطها تحت. انا مش هشيل الجرين اللي موجود في الفيديو، هسيبه زي ما هو كده على اعتبار ان احنا عايزين شكله ياخد اولد لوك شوية. كل ما في الموضوع ان انا عايز ان انا اعمل ويجل للكاميرا، او عايز ان انا اعمل شوك للكاميرا او رج للكاميرا في مثلا هنقول الحتة دي، يعني عند الفريم 16. طيب تعالوا كده نروح قبل الفريم 16، او هنا مثلا هنا كده، او خلينا عند الفريم 16، اضغط بي ودي كي فريم للبوزيشن بتاع الفوتج، وامشي كده مثلا يعني بتاع 10 فريمات واحط بوزيشن تاني. ليه انا بحط 2 كي فريم للبوزيشن؟ لان انا هستخدم الويجلر اللي موجود في افتر افكت الجاهز. هروح لويندو، من ويندو هروح لويجلر. لما بتنزل الويجلر، هو الويجلر اصلا لو انتوا تفتكروا الاكسبريشن الاساسي بتاع الويجل، انت بتكتب ويجل وتفتح قوس وبتكتب رقم كوما رقم تاني. الرقم الاولاني ده تقدر تقول عليه الفريكونسي او التردد او عدد تكرار مرات الهزه في الثانيه الواحده، والرقم الثاني اللي بيتكتب اللي هو عدد البيكسلز اللي بيتحركها او المقدار اللي بيتحركه الصوره او القيمه او اقصى واقل قيمه بتروح لها الخاصيه اللي محطوط عليها الويجل. عندي هنا فريكوانسي وعندي ماجنتيود. طبعا عشان الاثنين يتفتحوا هقوم رايح مسلكت الاثنين كي فريم دول عشان يفتح لي الفريكوانسي والماجنتيود. هعلي الفريكوانسي مثلا اخليه بتاع 60 واخلي الماجنتيود مثلا بتاع 35 ولا حاجه. بعد كده اعمل ابلاي. لو انت مش محدد الاثنين كي فريمز دول، ابلاي دي مش هتتفتح. غير كده كمان لو في كذا خاصيه مفتوحين وانت محدد الخاص كلها، ابلاي دي مش هتتفتح. دي نقطه. النقطه الثانيه في حاجه اسمها النويز تايب. هي هنا سموز، ممكن جاجد بس هتبقى حركه هزه جامده قوي، خليها جاجد ونعمل ابلاي. وتعالوا كده نشوف الوضع يمشي ازاي. لو عملنا زيرو من لوحه المفاتيح زي ما احنا شايفين الجاجد الهزه جامده قوي. طبعا كنترول زد وترجع تشتغل تاني لو انت عايز تكمل او تعمل اي قيمه تانية. ده بالنسبه للدرس الاصلي اللي كان موجود في موقع فيديو كوبايلوت. لكن في حاجه كمان عايز اتكلم عليها اللي هو الترحيل اللي احنا شايفينه ده. انا عشان اظبط او ارجع البيكسلز المفقوده من الصوره هو استخدم الموشن تايل. انا هستخدم سي سي ريبي تايل. الاثنين نفس الوظيفة على اختلاف اساميهم والاوبشنز الموجودة فيه. انا هنا عايز اعمل تايلنج تحت وشمال، فانا هعمل اكسباند رايت شوية كده واعمل اكسباند داون شوية كده. في بس حاجة ان هو عمل تايلنج، انا مش عايز التايلنج ريبيت، انا عايز اخليه فليب اتش، تمام. انا مش عارف في فليب في ولا مفيش. طيب خلينا في فليب اتش وتعالوا نشوف كده هنعمل ايه. هو رايي ان احنا كنا نقلل الويجلينج بتاع الكاميرا شويه. على فكره في برضه هنا مساحه نزودها بس كده.
وبرضو فوق تمام. في بلند ويز اوريجينال ما اعتقدش ان دي هتعمل حاجه. فليب في هي هو المشكله بيشتغل في محور ومحور تاني ما بيشتغلش فيه. طيب انفلود اعتقد انفلود تمشي معانا بشكل كويس جدا. في طبعا العيب ده هو نفس اللي ظهر هناك، لكن هنعمل حاجه حلوه قوي ان احنا نعمل ترن اون للموشن بلر اف 4 ونفتح الموشن بلر بحيث كل الكلام ده هيتدارى مع الموشن بلر، مش هيبان بالمنظر ده. غير كده كمان لحظه الهزه دي انا هضغط بس يو عشان اجيب الكي فريمز. انا عايز اعمل لايت، يعني زي ما احنا عاملين هنا تمام، عايز اعمل لايت بينور ساعه الهزه دي. اللايت ده عشان اعمله هروح اعمله ب الليفلز، هروح للاير نيو سوليد او ادجستمنت لاير واضغط واسميها ليفلز، واروح اخد من هنا الليفلز دبل كليك. طبعا انا واقف هنا عند يو، افتح بس الكي فريمز عشان اجيب بس اول مكان للهزه اللي هي دي تمام. جينا عند اول كي فريم نروح للليفلز نعمل حاجه حلوه بقى. تعالوا نحط كي فريم للهيستوجرام بنفس القيمه بتاعته دي ونطلع قدام حبه ونخلي الصوره تبيض قوي بالشكل ده كده بالمنظر ده. بعد كده نمشي قدام شويه، طبعا انا بشتغل ببيتش داون، وارجع اعمل رايت كليك ريسيت للهيستوجرام تمام بالمنظر ده كده، حاجه مثلا كده اهو. منه العيب اللي حصل من الويجلينج الدارة، ومن ناحيه تانية خدت اكشن للقطه بتاعتي. لو انا مش عايز اطبق الليفلز على الحته دي تمام، ممكن اعمل حاجه حلوه قوي ان انا هاخد ماسك تمام واطبق الليفلز مثلا على الحتة دي كده طبعا. اف فيذر بالشكل ده تالي كده معقولة بشكل احسن. طيب ده كده الليفلز، فاضل بقى حاجة واحدة. أولا بس كل أنا عايز أعمله إن أنا عايز في الريد أزق الريد شوية بحيث يدي حاجة فيها أكشن، أو مش عايز أبان قوي يعني. البلو عايز أجيبه هنا كده وأسحبه. تمام، نيجي بعد كده نحط لاير نيو سوليد، لا مش سوليد، نحط ادجستمنت لاير ونسميها فاينل لوك. اكيد عرفتوا هعمل ايه، هحط بوكس بلر. ليه البوكس بلر؟ عشان البلر يبقى مشاع زي البتاع ده الليفلز يعني. نروح للبلر راديوس نرفعه مثلا ل 15 ولا حاجه، وطبعا ريبيت اتش جي بيكسلز عشان البكسلات اللي على الحواف، والاتريشن ارفعه شويه بحيث ما يبقاش مموه قوي او يبقى مموه قوي بالشكل ده كده. اف 4 بلند مود اوفرلاي تمام. طبعا زي ما انتم شايفين بقى الشوت ده هو اللي كان موجود الاول بالمنظر ده كده. ممكن عايز تزود انت من عندك بقى، طالما الشوت هيطلع حلو قوي بالشكل ده كده ممكن نحط الريموف جرين خلاص، واقول له فاينل اوتبوت، واظبط النويز ريدكشن انها تبقى مثلا 8 من 10، وهنشوف حاجه حلوه جدا وفوتج جميله جدا جدا. تعالوا نعمل ريندر ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي.
طبعا الشوت كلين قوي وجميل قوي، تمام، مفيش فيه اي شوايب ولا فيه اي حاجة. اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.